أخبار اليوم. ننسى حد. ضربة حرة فاول من مكان حلو قوي. عبد الله السعيد واقف ومستني لغاية ما يرجع. خدنا وقت كتير قوي. عبد الله ورحيل، انما مين اللي هيلعب؟ صبري رحيل. صبري يحطها خطيرة، مش ممكن، لسه موجودة، لسه في ال18. جول 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 جول. رمضان 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 جانا. رمضان صبحي يسجل من اهلي 3 نقاط من فم الاسد في الدقيقة 93. كأن لعيبة النادي الاهلي بيعوضوا لقاء الحدود ويسجلوا مع الدقيقة الثالثة من الوقت الضايع.